أهلا بكم مرة تانية في الدرس الرابع في نسم علينا الهوى. النهاردة هنشتغل على الجملة الجديدة بعد ما عملنا الميوت بتاع السي، الكتم بتاع السي ده. هنبدأ من الري. ري 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 دو ري دو ري سي دو لا سي سول. هيبقى كده. فاكرين الشكل اللي عملناه بالتناوب؟ هنقول الدو باليمين والري فوقها بالشمال وهننزل نغمة باليمين ونقول اللي فوقها بالشمال وننزل نغمة واللي فوقها بالشمال. الشكل ده يعني ري 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 دو ري دو ري سي دو لا سول كده. وهو هو هنقوله من المي. مي 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 ري فا. في اختلاف بسيط هنتكلم عنه بالراحة. مي 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 ري فا. كل المهات بعد الفرداش هتبقى باليمين والشمال هتقول الري واليمين تنط على الفا. يبقى شكل تبديل شوية. مي 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 ري فا مي فا ري مي دو ري سي دو لا سي سول. هننزل لغاية السول كده كده زي الجملة اللي فاتت. فا 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 مي. أول مرة هنرفع عربة فيها هنرفع عربة واحدة من المي. هنقول فا 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 مي. كل الفهات دي عبال ما ارفع المي. فا 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 مي فا سول مي فا ري مي دو سول. السول دي هنقولها واحنا بنرفع عربة من اللا اللي فوق السول. عربة واحدة، ولما بنقول عربة بتبقى لناحية الملاوي مش العربة الأخرانية، لأن دي بتأثر طول الوتر مقاس الأربع عرب كأننا أثرنا الوتر كل ده. بنرفع أول عربة بس، يعني هنقول مرة كمان فا 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 مي. رفعت المي. فا سول مي فا ري مي دو سول، وأنا برفع اللا ماشي. سول سو 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 سول. اتنين تفاطيفي. فا تي. هناخد بقى اتنين تفاطيفي على كل نغمة من الفا، يعني سول سو 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 سول فا 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 سي 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 لا 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 سو لا سي سول سول. واحد اتنين. هناخد سكتتين في المكان ده، سكتة هننزل فيها المي وسكتة هننزل فيها اللا. يبقى كده. سول لا سي سول سول اس اس سول فا فا سول مي مي فا ري ري مي دو دو ري سي سي دو لا لا سي سول سول. وده اخر الكوبليه الاول اللي هو نفس صوت الكوبليهات اللي جايه بنفس اللحن. هنقف عند هنا عند كده في الدرس ده الرابع، وان شاء الله الدرس اللي جاي نعزفها كلها بالسولفيج ومن غير سولفيج. اشوفكم على خير ان شاء الله.